تواصل مصر جهودها المكثفة في تجهيز وإرسال عدد من المساعدات الإنسانية الموجهة للأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة من بوابة معبر رفح المصري متجهة لمنفذ كرم أبو سالم. يأتي ذلك فيما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها التعسفية التي تحول دون إدخال أكبر عدد من هذه المساعدات. المزيد من التفاصيل مع زميل محمد الخطيب مراسل التلفزيون المصري. نعم مشاهدينا الكرام، نرحب بكم مرة أخرى من أمام معبر رفح البري، والذي شهد اليوم عبور عدد من الشاحنات، سواء كان من الشاحنات الغذائية والإغاثية أو حتى من شاحنات التي تحمل محروقات. هذه شاحنة من الشاحنات التي تحمل مواد غذائية وإغاثية، بالفعل دخلت من معبر رفح وقامت بتفريغ حمولتها ثم عادت مرة أخرى إلى الأراضي المصرية، وهذه شاحنة أخرى أيضا قامت بتفريغ الحمولة وعادت مرة أخرى. نتحدث اليوم عن عبور 22 شاحنة من المواد الغذائية والإغاثية، وإحدى عشر شاحنة تحمل مواد بترولية ومحروقات، سبعة من السولار وأربعة من الغاز الطبيعية. هذه الشاحنات وهذه يعني الإغاثات تأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها مصر من أجل إنفاذ هذه المساعدات للأشقاء الفلسطينيين الذين يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الإغاثية في جميع أنحاء قطاع غزة. أمس كان هناك عبور كبير أيضا لعدد من الشاحنات البترولية التي تحمل غاز طبيعي وتحمل سولار، وهنا نتحدث عن أهمية هذه المحروقات بشكل كبير، خاصة أن قطاع غزة يعاني من نقص وشح في المواد البترولية والتي يعني لا غنى عنها في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية وغيرها من المرافق الحيوية، وهو الأمر الذي حذرت منه مرارا وتكرارا جميع المنظمات واستغاثت به أيضا وزارة الصحة بغزة، تطالب فيه بمد القطاع ومد المستشفيات بكميات كبيرة من المحروقات. على مستوى الميداني، منذ قليل سمعنا أربع انفجارات قادمة من الناحية الغربية من الجانب الفلسطيني من معبر رفح. هذه الناحية يعني الضربات وسماع دول انفجارات لا تهدأ من الحين إلى الآخر، دائما نسمع دول انفجارات قادمة من الناحية الغربية من ناحية المعبر بين الجانب الفلسطيني، وهي بالتحديد هي منطقة تل السلطان بغرب أو غرب مدينة رفح في أقصى جنوب قطاع غزة. يمكن هذا هو المشهد لدينا إلى الآن من معبر رفح أعزائي المشاهدين، وأعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو.